سواء إن كنت تبيع على موقع إيباي أو موقع أمازون أو تسوق منتجات لهذه المواقع أو حتى تعمل بمجال التجارة ليس شرط بمجال التجارة الإلكترونية، العمل والمثابرة هو أساس نجاحك. وهنالك عامل رئيسي يميز الشركات التي نجحت والتي فشلت في مشاريعها التجارية الجديدة. قد تندهش إذا سمعت أنه حتى لو لم تقم بالحركة الصحيحة لمشروعك بنسبة 100% فإن العمل والمثابرة هي أهم العوامل لنجاحك. دائما أقول لطلابي إياكم أن يمر يوم من الأيام دون القيام بأي شيء لترويج مشروعك التجاري، حتى لو كان شيء بسيط مثل إجراء اتصال مع أشخاص جدد، تعلم مواضيع جديدة قد تفيد مشروعك التجاري. أنصحكم بدء بالتخطيط لمشروعكم. لا يجب أن يكون التخطيط عبارة عن خطة عمل لعشرات الصفحات، بل هو عبارة عن وثيقة تتكون من 1 إلى 3 صفحات فقط. هذه الخطة يجب أن توفر إجابة على 5 أسئلة رئيسية. السؤال الأول هو ما هو المنتج أو الخدمة الرئيسية لعملي؟ السؤال الثاني ما هو نوع الخدمة أو المنتج الذي أوفره؟ السؤال الثالث من هم الزبائن الرئيسيين الذين سيستفيدوا أكثر من هذه الخدمة أو المنتجات؟ السؤال الرابع كيف أقوم بتطوير أدوات مهنية لمشروع التجاري مثل إنشاء اسم المشروع، إنشاء قائمة أسعار للمنتجات، إنشاء أوامر عمل، استمارات وما شابه ذلك. والسؤال الخامس كم أريد أن أبيع هذه الخدمة أو المنتج؟ إنشاء أهداف لمشروعك سيولد لك الأرباح. بدون هدف أمامك إلى أين ستصل؟ لذلك يجب أن تكون قادرا على تحديد هدف المبيعات لهذا الشهر. إذا مر أسبوع منذ بداية الشهر ولم تصل إلى 25% من هذا الهدف الذي حددته، يجب عليك العمل والمثابرة للوصول للهدف. تحقيق الهدف الذي حددته سيعني لك الكثير وسيمنحك الثقة النفسية لتحديد أهداف أكبر مما حددتها بالسابق. وإذا يوجد لديك أهداف ولديك خطة وتعرف ماذا ستبيع ولمن ستبيع، اتبع المسار باستمرار. إياكم الانحراف من الخطة التي رسمتموها. عادة هذا يحدث بسبب قلة النتائج للخطة. خذ نفس عميق لأنه بناء مشروع جديد يتطلب على الأقل سنة. إذا كنت كل يوم على الأقل شيء واحد لصالح تعزيز مشروعك التجاري واتبعت باستمرار المسار الذي حددته في التخطيط، إضافة إلى ذلك الصبر، أنا متأكد أنكم ستصلوا لنتائج مذهلة. لا تفكر أن دراسة أشياء جديدة هي إنفاق، وإنما بالفعل هي استثمار لك. إنشاء مشروع جديد يتطلب استثمار يهدف إلى بناء الوعي لهذا المشروع. هذا هو الاستثمار الذي ستركز عليه خلال السنة الأولى من النشاط، ليس بالضرورة لمبالغ كبيرة وليس بالضرورة بالمال. استثمر الوقت في إيجاد منتجات جديدة لبيعها، غيروا صفحات مبيعاتك تكون تلائم صار الفترة الزمنية، حسنوا شكل متجركم ليكون مهني. وأخيرا أريد أن أقول أنه كل نشاط تجاري له نشاط إعلاني وله أيضا أهدافه الخاصة. أتمنى أنني نجحت من خلال هذا الفيديو مساعدة أكبر عدد من الأشخاص، ولكل شخص يوجد لديه مشكلة معينة أرجو كتابتها بالتعليقات وسأحاول المساعدة قدر الإمكان. أكاديمية كامبوس تعلن كل أسبوع فيديوهات متعلقة بربح المال في مجال التجارة الإلكترونية، لذا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا، ولا تنسوا أيضا الضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريباً.